بس انت لازم تروح معنا، لانه نحن غرب عن الحاره ولا نعرف لا طلعاتها ولا دخلاتها. لا ابو قلوش، انا ما رح اروح معكم. اول باشتان جرح لسه ما طابوا عم جاني، وتاني باشتان اذا شافونا كتري ممكن يشتلوا علينا. بعدين انا دليتكم على بيت ابو نجيب كتير منيح، روحوا انتوا توكلوا على الله. ها مشي ابو قلوش مشي، هلا بيأذن الفجر وبلش العالم تطلع من بيوتها. مشي ابو حجار، بعدين ندفع. مشي. السلام عليكم. السلام. آه يا عمي دخيلكن يا عمي. آه يا عمي خليني فيق أبي، خليه يروح يجيب لك حكيم. ما بدي يا أبو، الحكيم هو الله، هو الشافي المعافي. آخ وهلأ إذا فيقتي أبوك بده يطلع خلقه ويخاني ويرجع هنا. لا يا عمو بدي فيقه. يا بي أم الله يخليك، أم جيب لها حكيم لأمي، والله كتير تعبانة يا ستي. يضربك ستي لعما أنت أمك. ولك أبي ما بتخلوا حدا يرتاح لك، تعبان والله تعبان، خليني على الله. يا بي الله يخليك. غيلة وراكينا روحي. تركي يا أم تركي، الله يرضى عليك تركي. سلامتك يا عمو. سلامتك. الله يسلمك يا بنتي، الله يسلمك ويرضى عليك. شو الصوت؟ والله ما بعرف يا ابي. لا مش يعني حرمية؟ حسي الله كيف؟ لا مصر. حرمية؟ شو بدهم يساووا عنا الحرمية؟ لا عنا مصاري ولا عنا ذهب. ذهب؟ الله يوفقكم. يا بينا جيبه. انزلي يا بي، انزلي انزلي، شوفي مفتاح، انزلي. ما بسترجي يا بي. قوم انت، هلا بدك بنت تقوم بهالليل، قوم حاجة قاعد. يا حقوم الله لا يقشعك خير، يا حقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ لا إله إلا الله. لكن والله كان مسكر، مين فتح هواك؟ وليه؟ سلام قبل من رب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو ما؟ الله يوفقكم، ولدك شو عملي؟ جاي لك ولد تعبان. معك ذهب يا ابن الحرام، ومعيش نعيشة الكلاب. الله كبير، مال الخسيس بيروح فطيس. الله لا يقيم الشدة على قلبك. كلياتنا على الطريق. الله يرحمك يا ام نجيب، عشتي مع الترى ومتي مع الترى. الهي ربي تجعل مأواها الجنه يا حق. ليش غطيتي لها وشها؟ ما بتختنع. لا يا مو لا تخافي، ما رح تختنع، ما رح تختنع. خلاص يا مو، يضرب قلبي عليكم، يضرب قلبي عليكم. يا مو نجيبه. نعم. وين ابوك يا مو؟ طلع من قبل الفجر، قال بده يدور على الحرميه. حرميه؟ دخيلكم يا ناس، يا ناس دخيلكم، ابوس ايديكم. خرب بيتي، خرب بيتي. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الحي الباقي. انتقلت إلى رحمتي تعالى.
اخدكم نجيب مصعب نجيب، سامحوها وترحموا عليها، يرحمني ويرحمكم الله. شيخ نزير زكاتك عيدة مرة تانية، خلي كل أهل الحارة يسمعوا مشان يروحوا ياخذوا بالأجر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى. إيه الله يرحمه ويحسن إليها يا رب. تعيش تعيش، لا حول ولا قوة إلا بالله. لازم لازم تحية الله. تحية الله. انخرب بيت. لا 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 مسكين يا أبو نجيب. شوف العكروت هلا عارف متى. الله يكون بالعون، الله يصبره. خرب بيتي يا جماعة، والله خرب بيتي، ما شفتوني ياهن ببوسكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحد الله يا أبو نجيب، كلياتنا على الطريق. خلاص أبو نجيب وحد الله بقى. شباب شوفوا ماشي تاسي. قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. خير خير، شو ابو نجيب عبي ولوي؟ مسكين الله يكون بعونه، حرمته عطتك عمره. يا ريت يا ريت لو كانت عطتني عمره ما كان صار اللي صار. يا ريت منك العوض وعليك العوض يا رب. مسكين ماله متحمل المصيبة، الله يكون معه. اي والله الله يكون معه. تعال ابو نجيب تعال تعال عود ابو تعال. ما بدي اعود ما بدي اعود، شو براسي ما بدي اعود، روح دور عليهم هدول الكلاب ما بدي اعود. على مين بدك تدوي؟ على الحرمية سيد رشا، على الحرمية. يا أبو نجيب ليش هيك عم تعمل بحالك؟ هذا كاس على كل الناس، كلياتنا على هالطريق. أنو طريق سيد رشا؟ أنو طريق؟ طريق الموت يا أبو نجيب، طريق الموت. موت؟ مين جاب سيرة الموت؟ حلوا عنا يا، حلوا عنا مشان الله لفاضيكم، مشان اللي خلقكم. كل مين بيهمه وبيه عليكم على القصة. 45 46 47 48 49 وهي 50، صاروا 50 ذهبي واربع مجيديات و15 برغوت. وشو بدنا نقسمهم هدول؟ اخي هلا ما راح نقسم شيء، خلوها للمساء. المساء بنجتمع وبنتقاسى وكل واحد بياخذ حقه ومستحقه وعلى دوز باره. ايوه وين نخبيهم هنا للمساء؟ اخي هلا بنحفرهم حفره وبنطمرهم فيها، والمساويات بنجتمع وبنعمل حفله مشاوي وكاس وطاس وبنتقاسى مع رواق. حلو اكل ابو علوش. ابو حجر ايوه قوم هوينا هلا لانه صار بيجي ابي، وبتعرف هو متزاول منك وما له طايق. مشي على عيني وراسي. سيكون بعلمكم ابضايات انا ما بينلعب معي ملوبها، ما بدي حدا منكم يلعب بديله. لا يا ابو حجر لا، هي ما حبيتها منك بنوم. ليش احنا من ايمتى بنخون بعضنا؟ وبيقول المثل من املك لا تخونه ولو كنت خوان. يا وش يا وش، كم يبلغ عدد مسروقات ذهبات؟ 50 ذهب يا سيدي و 3 مجيديات و 14 مرغوط على وكيلها. اوه مبلغ كبير، انت منين بتجي فرد كل هذا الذهب؟ ها نعدة ذهبات قرآن نعدة ذهبات، انت فرد حرامي، انت فرد سراق. اعوذ بالله يا سيدي اعوذ بالله، لا والله العظيم ماني سراق. طول حياتي وانا عم جمعهم برغوت فوق برغوت، 30 سنة صلي مع روحاني لحتى جمعت 50 دهبة واربع مجيديات و13 برغوت. الله وكيلك. صص ولا صص، انت اكيد اكيد قاتل، جناب تحصر دار بهجة بيك وسارق ذهب كتير من جناب تحصر دار. انت لازم مشانق، انت لازم خوازيق. يسر عرضك يا سيدي، أنا تحصل دار وأنا بهجت بيك. والله العظيم أنا بحياتي ما طلعت بالحارة، سأل المختار، سأل كل أهل الحارة عني. أنا طول حياتي بالحارة حالي بالي، ما بتخل بحدا سيد راسي، ما بتخل بحدا. صص ولا صص، هذا بسيس. أنت في سابقات خطيرات، أنت بيشتم جناب سلطان معظم. أنا أعوذ بالله، أنا بحياتي لا سبيت ولا شتمت يا سيدي. يستر عرضك، شو التهمة هي؟ هلق هلق لازم كشف مكان سرقات، وبعدين بعدين في تصرفات كثيرات. يلا فرد يلا أبركم سيدي يلا أبركم.
نجيب مالي شايفه. يا الله يكون بعونه ابو نجيب يا بختار، اليوم سبتهم ستين. خير شو صاير معه؟ لا ليش ما اسمع؟ الحراميه فاتوا عليه امبارح بالليل سرقوا له كل ذهباته. شو الحكي؟ ايه والله هو هيك عم يقول. وان شاء الله الذهبات مو كثار. والله كثار يا مختار، على قوله اكثر من 50 ذهبه. شو الحكي؟ ايه والله يا مختار. لا ولو بتشوفوه اليوم كيف ماشي بالحاره وبواعي النوم كأنه رح يجن. لا ومع انه الشيخ نزير نادب بحرمته، بس وين ابو نجيب؟ ولا هون ماشي لحاله ولا دري بوفاه مرته. لا حول الله. وخبرتوه انه المرحومه توفت؟ لك ها خبرناه مختار، خبرناه. المسكين بيكون ضيع على الاخر. وشو قالكم لما خبرتوه انه المرحومه توفت؟ ايش بده يقول؟ قال الله يرحمه وحمل حاله وراح على الكركون مشان يشتكي على الحرمين. هلا راح على الكركون وما اهتم بوفاه المرحومه؟ طب شو مرحومه ما مرحومه مختار؟ علي الحلال هذا ابو نجيب عنده البرغوث بيسوى كل اهله. لا حول ولا قوه الا بالله. مين كان يصدق يا جماعه انه ابو نجيب اللي قضى عمره على الصلبطه والشحاده يطلع معه 50 ذهبه؟ يلا يلا ترجع خرب بيتي. سلام تعظيم مختار افندم. اهلين باشاويش. سيد راسي الله يسترك مختار. سرقوا لي الذهبات، سرقوا لي الذهبات اللي قضيتهم يا عم جمال. وروحني الله يسترك يا مختار. نمت فقت ما لقيتهم صفيت على الحديده يا مختار. وحيد الله ابن نجيب، المال الحلال بيرجع لاصحابه ان شاء الله. هلا خلينا نفكر شلون بدنا نواري الحرمه تراباتها وبعدين بنحكي بموضوع السرقه. سيد راسي مختارنا الله يوفقك، بما انه البشاويش موجود بركي بيمسك الحرميه قبل ما يصرفوا الذهبات. الله يوفقك. لا تضوجنا ابن نجيب، انا بعرف انه المال بيعادل الروح بس مو لهالدرجه. يلا فولاد فوتي لنشوف اوضه حصل فيها سرقات. شرفوا سيدي. يلا ولاد يلا شرفوا. اخيرك اخير امان يا ربي امان. شرفوا سيدي شرفوا. يا بدهام بعتوا خبر لو فارس اخوه لابن نجيب مشان المرحومه ابن نجيب؟ شاهر رح يخبره. الله يجزيك الخير. على سيره شاهر الله يرضى عليك، ترسوا لابن عمك شاهر يحل عن ابن عمك تحسين. تحسين؟ ليش وينه تحسين مختار؟ شو القصه؟ هاد يا سيدي القصه وما فيها. حرامي كله بيكشف، حرامي كبيره كمان بيكشف، حرامي صغيره. شو بين مع حضرتكم؟ هذا فلط حرامي مش نفر واحد مختار افندم، هذا ممكن تنين نفر، ممكن ثلاثة نفر، ممكن أربعة نفر. يعني هيك بتكون كشفتوا الحرامي بشاوي؟ انت شو بيقول اكيد؟ لا ما في شيء بس عم يقول بري عليك. اوه تشكرات اكيد تشكرات ادريب، بس لازم حضرتنا تحقيقات في كركون. هلا روق لي شوي، تحقيقات اجلها لبعدين. الرجال حرمته عطتك عمره ولازم نوريها تراباتها. اوه يعني في جريمات قاتل حرمه مع سرقات؟ لك شو جريمات وما جريمات يا اخي، الحرمه عطتك عمره هيك موتة ربا. اوه ترحمات ربي ترحمات. حضرة مختار أفندم، هذا نفر في اشتباهات بقتل حضرة بهجت بيك وسرق الذهبات من جناب مرحوم بهجت بيك، لازم توقفات. روق علينا باشاويش، هلا فوق الموت عصيت أبر، هذا خرج قتل تحصل ده. الله يكون بعونه. لك الزلمة لا فوتي ولا طلعة، مالك شايف العت رح ياكله. مختار أفندم، أنت في كفالة هذا الولد مجرم؟ لا تزيد عليه للرجال، خلاص أخي، شو مجرم ما مجرم، تركه بهمه الله يرضى عليك. معلوم مختار أفندم معلوم، هذا في كتير كتير ذهبات، هذا أكيد مجرم، هذا بسيس. ماشي أخي، أنا بكفله، بس افرط لي إياها. شو كوزان مختار أفندم، شو كوزان؟ يلا نفر، كله وراي عسكر يلا. معقول يكون ابو محمد هو اللي سرق الذهبات؟ بس اكيد مو لحاله، في معه حدا. ايه بس ابو محمد صار له 15 سنه بالحاره وما له رفقه ولا بفوت على حدا ولا حدا بفوت لعنده. اخذ الذهبات الله لا يوفقكم. شلونك يا فارس وشلون الشغل؟ الحمد لله مختار، ساتر الله. ان شاء الله مرتاح بالسكنه الجديده.
الحمد لله ماشي الحال. شاهر يا مشاهر. خير يا مو؟ شو في يا مو؟ لحد هلا ما حدا جاب الكفن. قل له لابو نجيب خليه بعد حدا يجيب الكفن. ماشي يا مو ماشي. ابو نجيب شو سيدي لقيت الدهبة؟ هلا وقت الدهبات لك ابو نجيب. ما تروح جيب الكفن وتوابعه، حريم عم يستنوا. استرعبتك هون، استرعبتك يا جماعة. لا 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 لا، ساعدوه يا رجال ساعدوه. وحد الله يا ابو نجيب، وحد الله، وحد الله يا ابو نجيب، وحد الله. صحوه شباب صحوه، عبين ما روح جيب الكفن وارجع. لا حول ولا قوة الا بالله. شوفوا شوفوا المعوض، شوفوا لما قالوا له روح جيب الكفن غط على قلبه غار، بس لما قال له رايح جيبه ليكو صحي. هب صحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إذنك عمي نمشي نمشي سوا. يلا بالإذن. لوين يا بطا؟ مشوار معفرد عن إذنكم. إذنك عمي بطا. الله معكم. من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت يا ترى وين صاروا الذهبات؟ والله ما عم صدق، والله العظيم ما عم صدق إنه راح. لك 30 سنة، 30 سنة صار لي عم جمع فيهم، وكل يوم عدهم ذهبة ورا ذهبة ورا ذهبة. شمشمون اخ على ريحتهم شو طيبة. سلام عليكم. سلام عليكم. طول بالك ابن نجيب، طول بالك، كلنا على هالطريق. شو سيدي شفتوه على الطريق؟ يسر عندك انا طريق، انا طريق يسر عندك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. طول بالك يا نجيب. نجيب شوفي مين اللي هيك. حاضر يا عمي. مين؟ تحي عمي افتحي. هذا عمي ابو فارس. تحي يا عمي افتحي له لنشوف هذا الثاني شو بده على الصباح. اهلين عمي، كيفك نجيب؟ الله يرضى عليك يا عمي. اهلين عمي اهلين. خليني اياك اهلين باحلى صنوحه. مرحبا اخي. اهلين وسهلين. خير شبك؟ لك شو شبني؟ ما بيكفي سرقوا الذهبات، ناهبين العريشة كمان. لك شو هذا؟ مال كفار، مال حرام، مو تعبانين فيه لك أخي؟ بسيطة أخي بسيطة، العوض بسلامتك وسلامة هالبنات. ادعي لربك الله يرجع لك نجيب بخير وسلامة. بيعوض الله أخي، بيعوض الله. بيعوض الله؟ لك 5 عناقيد هدول، 5 عناقيد، يعني 5 براغيث طاروا. عمي نجيبي شو طابخين اليوم عمي؟ حاكم انا جوعان وجاي اتغدى عندكم. شو امرتوا سيدي؟ مالنا طابخين شي عمي. لا لك عمي ليش مو طابخين شي؟ لك عمي انتوا قد ما زعلتوا قد ما تضايقتوا امكم ما رح ترجع. عمي انا في معي نكلتين، اذا اعطيناهم لشي حكيم ما بيروح على المقبر بحاكم لامي بيرجع. اخ لا حول ولا قوة الا بالله. لا عمي لا، امكم هلا صارت بالجنة عم تاكل موز ولحم وتفاح وشو ما بتشتهي.
عمي نجيبة، قومي جيبي لي هالفخد اللي قام ابوك امبارح من الذبيحة، وهاتي لي طنجرة كبيرة خليني اطبخ لكم اياها. قومي عمي قومي. فخدة ابي ساواها قاورمة عمي. شو؟ قاورمة؟ ايه عمي، صار في عنا جرتين مالانين قاورمة. لك اخي ما زال في عندك قاورمة كتير، كنت اطبخ هالفخدة لهالبنات خليهم ياكلوا ويشبعوا. شو امرتوا سيدو؟ اطبخ هالفخدة لهالبنات؟ اخي اذا جبت لي ذبيحة بدك تبخش لي بدني ان شاء الله؟ بكره بس اجوا الذهبات باذن الله بعطيك حقه وبخلص منك. إيه انا ما صدقت خلصت من ام نجيب، تطلع لي انت الثاني؟